قضيت هذا الخير ب 70 السوق هذا العام كاين الغلا شويه الناس مبروره هذا العام مقارنه بذاك العام كما طلع شي 1000 درهم تقريبا ولا ديما 1000 درهم تقريبا 1200 درهم هكاك على ذاك العام بحال هذا العام الفايت ديت تقريبا ماشي 50 54 هكاك دابا هذا العام 70000 ريال كاين الغلا هذا العام شويه الناس مضروره الله يحسن العام شويه شويه بحال بحال تقريبا من البدايه ديال فاش بداو الرحابي اليوم من لهاد الساعه بحال بحال شي 3 ايام كنمشيو ونرجع نفس الثمن داك الشيء اللي كاين اللي كاين نقول لهم يتكيسوا على المواطنين اللي راه هذا العام هذا العام الكسابه والشنقه هذا العام راه شحطوا المواطن المسكين اخر يوم الثمن طايح الثمن بزاف طايح شي 500 800 درهم في الفروه شحال بشحال هبط الثمن في هذه الرحبه ديالها قال نعم طايح بشي 500 600 حتى 800 درهم السيمانه ديال الاولى مزيانه حتى لهاد اليومين مؤخرا ناقص السوق بزاف طايح الثمن السبب على حساب الغل الموجوده كاين الخير موجود الجفاف على داكشي الغل ما بقاش كاينه الغل مفقوده الغل ما كايناش يقول لك شي ثمن كاع ما كاين 80 84 76 على حساب 70 كنتساعدوا مع الناس وصافي يعيد كلشي يعيد اللي جا ما نردوش بحال مول 70 بحال مول 76 بحال مول 60 كلشي يدي كاين هيا دخل هيا كاين راه لي الخروف ديال 60 راه كاين راه لي الخروف راه بلا كلشي يدي ما كاينش شي واحد يبقى بلا عيد نهائيا كلشي يعيد كاين تفاوت بين الاسواق كاين اسواق في مناطق ديال اللي بعيده على السونتر ديال اكادير اللي بقات الاثمان فيها مرتفعه بحال من مسبت القردان اللي كلشي الاثمان مسبت القردان تارودانت اولوز هاد المواي تاع عزه كل هاد الاسواق كلها بقات الاثمان مرتفعه لكن مثلا الوفره ما بقاتش تقريبا تارودانت بعض المناطق كان البارح شويه اليوم لكن من الثلاثه تقريبا من 11 اللور بدا الخروف تيقل خصوصا ان كاين واحد العدد الوافدين اللي جاوا المنطقه ديال سوس من الدار البيضاء من الرباط وجاوا معولين انهم تقداو هنا ولقاو اكراهات ومشاكل باش يتقداو في الحولي يعني كاين قله الحولي وكاين ارتفاع ديال الاثمان اكادير دخلوا بعض يعني الكميوات اللي حاولوا يمولوا هذا القطاع وتسمعوا المواطنين انهم يستنكرون ما يقع الحكومه تحمل المسؤوليه في هذا الوضع هذا نتمنوا انها يعني تعيد النظر في السياسه ديال التعامل مع المستهلك تعيد النظر في تقييم العام تقييم يعني الدعم ديالها دعمت الحولي ولكن ما وصلش للطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره كاين طرق متفاوته كاين مناطق اللي نخفض بحال اكادير نخفض شويه بواحد 500 600 درهم ولكن كاين مناطق اخرى اللي ما نخفض لان الخروف ما وصلش لهذوك المناطق هذا هو الاشكال اللي مطروح كبير اللي مهم هو خص يدار تقييم لهذه العمليه هذه ونعرفوا الاسباب اللي ادت لهذا الوضع هذا لان الوضع لا يعني لا يرضي مجموعه من المستهلكين خصوصا الطبقات الوسطى والفقيره